ابو سجاد خاور الرياض، خاور الرياض هذا عم شذاب قاعد عمليه، هم شذاب يشذب. انا ما احب الشذاب، لا احب اللي يبوق، لا احب اللي يسوي شغلات مو زينه، ولا احب الشذاب. جاي كبرك وش قلت لك مشوارك؟ شذب على النساء، على ما انا شنو؟ قلت له هسه راح تطب الخيمه، وين تعال يقول له على قفلك ما تطب الخيمه، ليش على قفلك؟ طببت الكاتم على ابني وانت متواطئ وياهم، طببت الكاتم وطببت السياره المظلل، وقلت له ابني من هاي السيطره نفسها، هاي السيطره على البارود نفسها. تقول ام ايهاب الوزني قائد عمليات كذاب، قائد عمليات يكذب. والله والله العظيم امراه شجاعه. وبعد ايش تخسر؟ ايش تخسر؟ خسرت ظناها. راح تخاف من قائد عمليات خاتل خايف ما يجي عليها يقول لها شو تريدين امي؟ خايف قائد عمليات، انت خايف تروح لام ايهاب؟ خايف تواجهها؟ خايف تقول لها شنو اللي تريدي؟ خيمه؟ تعال. بس امراه لابسه شيله شرف وعزه وفخامه هزتكم، خوفت قائد عمليات قاعد بالمقر على التبريد وهي بالحر، خوفتك خيمة. مع الأسف تدرون ايش قالت لهم ليش هو من اللي طبب السيارة المظللة؟ ليش هو من اللي طبب السيارات والكاتم؟ صدق من اللي طببهم؟ سؤال إلك قاعد عمليات، من اللي طببهم؟ تعرف؟ إذا تعرف فأنت والنعم قائد عمليات، وإذا ما تعرف فأنت ما تصلح قائد عمليات.